معوض كل رجال الكره الطائره ليا للنادي الاهلي على حسم بطوله الدوري العام. وفي خلال لحظات اكيد هيكون معانا الكابتن محمد مصلحي طبعا المدير الفني المحترم وصاحب الخلق الرفيع وصاحب الجهد الرفيع. الحقيقه طبعا بنشيد بالمديرين الفنيين اصحاب الخبرات وشباب كابتن محمد مصلحي كمان الكابتن تامر مجدي. حقيقه يمكن مجهود كبير الموسم ده ومنتظرين منهم الكثير في البطوله الافريقيه. مستمرين معاك يا كابتن هيثم واكيد كمان بينضم لنا الكابتن محمد مصلحي طبعا المدير الفني لفريق النادي الاهلي. حابين طبعا نبارك له ونشكره على المجهود الكبير. في البدايه طبعا لازم احييك واشكرك واقول لك مبروك على المجهود الكبير اللي انت بتقوم بيه يا كابتن محمد والجهاز بشكل كبير. الفتره اللي فاتت كانت صعبه بالنسبه لكم انا عارف، لكن حسم بطوله الدوري قبل انتهاءها ده يحسب للجهاز الفني اولا ثم للاعبين ثانيا. لا والله الحمد لله رجوع الدوري للنادي الاهلي بعد غياب 3 سنين ده مجهود عايز اقول من السنه اللي فاتت كنا بنبني الفرقه يعني بمنتهى الامانه تم انهيارها تماما من 2014. الحمد لله شكرا لكل من ساهم في ان هو يبني فريق النادي الاهلي تاني للكره الطايره. بجد والله مجلس قديم والمجلس الجديد كلهم الحمد لله قلبهم على النادي الاهلي. الحمد لله ما زال البناء مستمر، ما زال كمان ان احنا ان شاء الله عايزين نلعب بطوله افريقيا ونكسبها. احنا لسه دي اول بطوله، لسه عندنا بطولتين. مضطر طبعا ان انا اقفل الدوري خالص، الحمد لله كسبناه. عندنا بطوله مهمه جدا في النادي الاهلي وان شاء الله نكسبها ان شاء الله. اصعب الامور والفتره اللي فاتت الصعوبات اللي قابلت كابتن محمد، انا عارف ان انت يمكن الفتره اللي فاتت تحملت على نفسك بشكل كبير، لك كنت مركز في بطوله الدوري ومركز مع الفريق فقط لغير، وما كنتش بتسمع الامور الخارجيه دي، لكن اثرت عليكم شويه كابتن محمد مع اللاعبين. حابين برضو نحط الناس في الاجواء ده كابتن محمد. لا ضغط الماتشات كان كبير جدا علينا، ماتشات ورا بعض. الاصابات عندي، انا عندي النهارده شكري جوني يمكن مصاب، يمكن الناس كلها يمكن شايفه ان هو ما لعبش، هو عنده اصابه في ركبته، اضطريت اشاركه في بعض الاوقات لان هو سيب باله كويس. الحمد لله كان عنده حسن الظن. سعيد كان عليه ضغوطات شويه من الماتش الزمالك، انطلق وبدع النهارده كمان لما نزل. الحمد لله الولاد كلهم انا بشكرهم على الدوري، بس لسه قدامنا ان شاء الله شهر كمان نثبت فيه للناس ان احنا ان شاء الله قد المنافسه. البطوله الافريقيه الهدف الثاني بالنسبه لكم، وزي ما بناكد كل مره وبنقول يمكن الكابتن بيبو في كلامه قال البطوله اللي بتخلص بتخش في التاريخ والقادم هو الاصعب. كابتن ميدو مستعدين ازاي للبطوله الافريقيه ومنافسات شايفها ازاي يا كابتن ميدو؟ قدر النادي الاهلي قدر لعيبته ان هم يخشوا من بطوله لبطوله، منافسه لمنافسه، وجماهير النادي الاهلي ما بتقبلش غير بالفوز. الحمد لله بقول لك الواحد كان عليه ضغوطات نفسيه كبيره جدا جدا من السنه اللي فاتت. ربنا يكرم ان شاء الله واللعيبه دي. احنا داخلين ان شاء الله معسكر بولندا، يمكن هنلعب ماتش الجيش ونطلع على المطار على طول ان شاء الله. معسكر 10 ايام في بولندا، نرجع بعديها على طول نخوض المنافسات البطوله الافريقيه. ربنا يخليك، شكرا. مبارك من جديد لكابتن محمد مصلحي.